السلام عليكم ورحمة الله، معكم هشام أحمد، وهنبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تعليم SOLIDWORKS. درس النهاردة عايزين نتعلم فيه أمر سكتش فيلت على البرنامج. هنبدأ نفتح البرنامج وهنبدأ نرسم في الفرونت بلان. هدوس عليه أول سكتش وهبدأ أرسم ريكتانجل سنتر ريكتانجل من الأوريجن بالمنظر ده، وأحط له سمار دايمنشن إن الطول اللاين ده وليكن 200 ملي، والطول ده 200 ملي. كده رسمت مربع 200 في 200، وهبدأ أقوله صح من هنا. وقائمة السكتش فيلت هفتحها، أعمل كليك على السكتش فيلت، هيقول لي entities to fillet، أنت عايز تعمل فيلت لإيه؟ بيقول لي أنت عايز تعمل سكتش للفيرتكس أور entities. بمعنى فيرتكس أنا ممكن أختار فيلت للنقطة دي، كده هيعمل لي فلت بالدوران بالمنظر ده. طب الدوران ده الراديوس بتاعه مثلا وليكن 30 ملي، يبقى كده عمل لي فلت على 30 ملي. طيب ممكن اختار اكتر من فيرتكس، او ممكن تختار اكتر من فيرتكس، يعني ممكن اختار النقطة دي كمان، اختار النقطة دي النقطة دي، يبقى كده كل النقط دي انا عملت لها ايه، عملت لها فلت في التو دي. طب لو دوست على نقطة تاني كده هيلغي الفلت اللي انا عامله، سواء اني ادوس عليها تاني او كليك يمين على الاكشن او اللي هو السليكشن الموجود هنا واقول له ديليت كده. طيب قلت له صح على كده، هتفضل القائمه موجوده تمام، هيعمل لي فيلت، لكن هنا في دايمنشن موجود تمام، وفي هنا كونسترين موجود. الكونسترين هنا عشان هو هنا بيقول لي كيب كونسترينت كورنر تمام. في اوبشن بقى اللي هو دايمنشن اتش فيلت، لو اخترته وعملت هنا مثلا فيلت لده وفيلت لده وقلت له صح على كده، هيعمل لي دايمنشن للفيلت ده ودايمنشن للفيلت ده. علشان كده الديفولت بيكون مش متعلم ان هو ملوش لازمه، يعني لو قفلت ده وقلت له كنترول زد وقلت له فيلت مش متعلم واخترت ده وده، هتلاقي ان هو حاطط لي دايمنشن لوحده بس، وعامل لي علاقه ايكوال بتوين الفيلت ده والفيلت ده تمام. طيب دي حاجة. تاني حاجة ممكن او اختار، هو هنا كنا بنختار ايه، vertex او entities to fillet. entities to fillet يعني هختار line و line، يبقى انا كده اخترت two lines هيكونوا لي الفيلت اللي موجود عندي ب 30 ملي مثلا تمام. طيب افترض مثلا انا عندي rectangle او polygon كده، واختار فيلت واختار الكورنر ده كورنر كورنر، واخترت لاين مع لاين، هتبقى هي هي. يبقى انا يا اما بختار كورنر يا اما بختار تو لاينز، وممكن كله يبقى في امر واحد ما فيش اي مشكله فيه تمام. طب انا عايز كله على 30 واقول له صح، وبعد كده عايز اللي جاي مثلا يبقى على 40، يبقى انا عملت شويه على 30 وشويه على 40، وال40 دي حاطط لي الدايمنشن ليها، وال30 حاطط لي الدايمنشن ليها. طب لو جيت عملت دبل كليك على الدايمنشن دي وخليتها من 30 ل 15، هيتعدل من 30 ل 15 في الفيلت اللي موجود ده بالظبط تمام. يعني مثلا لو عملت دي من 30 ل 20 هلاقيه عدل لي الاتجاهين هنا وهنا. ليه؟ علشان الاتنين دول كانوا معمولين في امر واحد، والاتنين دول واخدين نفس علامة الايكوال كونسترين تمام. يبقى ده كده الفيلت في ال 2 دي سكتش. ده كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يقدر يبعتلنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن سودوركس ارامك، وارقام التليفونات والايميل موجودين اسفل الشاشه. نشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.